عقد سعاده السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعه والتجاره اجتماعا مع سعاده السيده اورنا بريفاي وزيره الاقتصاد والصناعه بدوله اسرائيل وزير الصناعة والتجارة أكد على أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية بين أقطاب الاقتصاد في كلا البلدين، من جانبها أشادت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية بتطور مسار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدة تطلع دولة إسرائيل إلى المزيد من التعاون مع مملكة البحرين بما يحقق الأهداف المرجوة، هذا وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة. وطرق تطوير العلاقات التجاريه والصناعيه